بداية ستكون مع زميلي خالد شقير المتواجد في باريس. خالد تحياتي لك، وأرجوك خالد أطلعنا على آخر الاستعدادات ونحن يعني قبل أيام قليلة أو ساعات من انطلاق تصويت المصريين في الخارج. نعم عمرو، بعد التحية وبعد أن دخلنا مرحلة الصمت الانتخابي عمرو، يعني شاهدت سواء في الجنوب الفرنسي أو هنا بالعاصمة الفرنسية باريس استعدادات مهمة، يعني ولاحظنا زيارة هامة للسيد سامح شكري لتفقد الوضع هنا في السفارة المصرية في باريس. هناك أماكن واستعدادات حتى ووضع بعض من الخيم في حالة حدوث أمطار. هناك استعدادات كبيرة لأول مرة تدخل لسفارة جمهورية مصر العربية بالعاصمة الفرنسية باريس، وكذلك الوضع عمرو في الجنوب الفرنسي في مقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بمدينة مارسيليا، والتي تخدم عدة مدن أهمها نيس وإمارة موناكو ومدينة ليون وتولوز ومونبلييه، بالإضافة إلى مدينة طولون ومدينة مارسيليا. الحقيقة عمرو هذه الاستعدادات لم تكن فقط من قبل وزارة الخارجية والسفارة المصرية في باريس والقنصلية العامة في مارسيليا، ولكن أيضا من قبل الهيئة العليا للانتخابات، وذلك من خلال هذه البيانات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال سفارة جمهورية مصر العربية وأيضا القنصلية في مدينة مارسيليا لمن له الحق في الإدلاء بصوته. الجميع يستبشر خير عمرو، المصريين في الخارج أمام اختبار جديد، اختبار آخر، المرحلة التي تلت 25 يناير ومرحلة 30/6. نجح المصريين في الخارج في هذا الاختبار في ظل الدولة الجديدة. مصريين الخارج سيشاركون في هذا العرس، لقد شاهدنا وتابعنا بعض أيضا من الفعاليات من هذه الجمعيات والروابط المنتشرة في جميع أنحاء الدولة الفرنسية، جميعها سواء من كبار رجال كبار المصريين في فرنسا أو حتى من الجمعيات الشبابية، بتؤكد عمرو على أهمية المشاركة. وكانت هناك عمليات لأوضيح أهمية هذه المشاركة هل بعد أن سمح الدستور المصري. هل ما حدث في غزة خلال الشهرين الماضيين يعني تقريبا، هل ده ساعد في إقبال أو نية المصريين في فرنسا لديك للذهاب بشكل أكبر لصناديق الاقتراع؟ هل حملهم المسؤولية الإضافية في ضرورة المشاركة في هذا التوقيت الدقيق الذي بكل تأكيد مصر هي جزء منه في هذا الوقت؟ عمرو يعني الحقيقة يعني هذا ما شعرت به، وهذا ما لمسناه، وهذا ما تحدث عنه المصريون في الخارج الحقيقة وفي فرنسا على وجه التحديد، استشعار الخطر. يعني هذه الأيام بتذكرني بما حدث في 30 يونيو، هناك شعور بالخوف والتخوف على مصر وعلى التهديدات التي تشهدها المنطقة، ولهذا هناك إصرار وحرص وإشادة بالدولة المصرية التي تواجه الكثير من التحديات. بالفعل المصري في الخارج أو مصريين فرنسا يستشعرون الخطر، والحقيقة معظم أو كل هذه الفعاليات التي حضرناها بكاميرا القاهرة الإخبارية كانت تتحدث عن يعني هذه الأزمات التي تشهدها المنطقة، وبالتالي أيضا التعاطف الكبير الذي شهدناه من خلال تواجد المصريين مع الجاليات الأخرى في المسيرات المؤيدة لغزة بصورة أو بأخرى. إذن مصر تبقى دائما في قلب المصريين في الخارج، وأعتقد عمرو أن الأعداد في هذه المرة ستفوق أعداد المرات السابقة، وبصفة خاصة في ظل وجود تنافس وأكثر من مرشح رئاسي في هذه الانتخابات في ظل الدولة الجديدة.